تابع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة في بطولة فونتين بلو الدولية لسباقات القدرة بجمهورية فرنسا الصديقة والفريق الملكي للقدرة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث حقق الفريق الملكي مراكز أولى متقدمة في سباق 160 كيلومتر وسباق 127 كيلومتر، وجاءت بعد إنجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في بطولة العالم للجيادة 8 سنوات والتي أقيمت في إسبانيا. هذا وقد أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته وتشرف سموه والفريق الملكي لمتابعة جلالته وتحقيق فرسان الفريق الملكي للقدرة المراكز المختلفة في بطولة فونتين بلو الفرنسية الدولية لسباقات القدرة، ومنها المركز الأول للفارس عبد الرحمن الزايد لمسافة 160 كيلومتر والفارس معيوف عبد العزيز الرميحي في مسافة 127 كيلومتر. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن نتائج الفريق الملكي تجسد الرعاية التي تحظى بها رياضة الفروسية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بجهود الفريق في بطولة فونتين بلو الفرنسية الدولية لسباقات القدرة التي شارك فيها سموه ولم يجتاز الجواد فالنسينيا إعادة الفحص البيطري للمرحلة السادسة والأخيرة، وبذلك لم يواصل سموه السباق، معربا عن تقديره بحصول الفارس عبد الرحمن محمد الزايد على المركز الأول في سباق 160 كيلومتر والفارس معيوف عبد العزيز الرميحي على المركز الأول في سباق 127 كيلومتر. كما شهدت النتائج احتلال الفارس حمد القحطاني المركز الثالث في سباق 127 كيلومتر، وجاء الفارس سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة في المركز الثالث في سباق 100 متر كيلومتر. معوضة يا أبو حمد، أبدع دائما واليوم أبدع مع قرار طبعا إعادة الفحص، إلا أن احنا نعتبرك لازلت بطل الله يسلمك قيادتك لهذا الفريق. أولا فوزنا اليوم أمام سيدي جلالة الملك الله يطول عمره في هذه البطولة، بطولة فرنسا في فونتين بلو، شرف كبير اللي يعني حط النقط على الحروف. احنا جينا اليوم معانا خيل مستعدة كانت تشارك بطولة العالم، فكانت اليوم إبراز عضلات من هو اللي على الدرب الصحيح، واكتشفنا اليوم إن إحنا فعلاً على الدرب الصحيح وقدرنا نتقلب على خيل قوية أساسية كانت المفروض تركض بطولة العالم. طول عمر ما وجه المقارنة ما بين سباق فرنسا وسباق إسبانيا من حيث الأرض، من حيث طبيعة الموضوع وقيادتكم. كل حادث حديث، كل سباق صولاته وجولاته وكل حصان يختلف، فاليوم المنافسة هذه ما تقل عن منافسة إسبانيا طبعا، هذه 160 وخيل أخبر وأكبر.
ولكن يعني الحمد لله أنا فرحان 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 جدا اليوم بالنتيجة الحمد لله. ما هو تعليقك على فوز عبد الرحمن الزايد الله يسلمك؟ عبد الرحمن فوزه هذا فوزنا كلنا، لأنه يعطينا المؤشر والثقة نحن على الدرب السليم. ناصر بن حمد ما يوقف عند أي نقطة، ما هو القادم الآن؟ القادم إن شاء الله أكبر من هذا بإذن الله.